السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكون الحلقات دي مفيدة. مفيدة يا باشمهندس يونس. طبعا مفيدة جدا ان أنا شاء صورت الله. معاك ليه عارف؟ عشان أنت من العيانين القلائل اللي بقالهم بيتابعوا معايا فوق السنين. ثلاث سنين أو أربع سنين مع بعض. رابع سنة مع بعض صح؟ رابع سنة سنة. احكي إيه اللي حصل لك حتى يستفيد الناس من تأثير العلاج الدوائي، أو حصل لك إيه الحلقات دي عشان تفيد الناس؟ فأنت كده يعني منبر للناس. منبر للناس. كنت بشعر دايما بتجريح في صدري و وحلقان جامد كويس، ولو مشيت يمكن 10 متر او 20 متر كنت بقى تعبان خالص، يحصل ايه ونهجان واركن وما اقدرش امشي. لجأت للأسطرة وشخص لي ان في 5 شرايين كويس مفقودين، وقرر ان انا لازم اعمل عملية جراحية. قلب مفتوح. قلب مفتوح تمام. ولما جيت لحضرتك طبعا مشينا على العلاج والحمد لله ربنا استجاب. يعني ايه الفرق من 4 سنين للنهارده؟ لا فرق جامد خالص، انا ما كنتش بقدر امشي ولا اقدر اخد نفسي ولا انام ولا اي حاجه. تمام. دلوقتي تقدر تمشي؟ طبعا بمشي كيلو كيلو. بمشي كيلو. وما يجيلكش السكاكين والتشويش؟ لا ما يجيش، انا كنت باخد نطره استغرق شريط يمكن كل يومين. حاليا والله. طب كويس. وحاليا ما فيش يعني الكلام ده بصراحه يعني. ما بتستخدمش؟ وبعدين العلاج بتكتبوا لي مستمر واللزقه مستمر عليه. طب تمام. لا اللزقة بسيط ان استخدامها، لكن الديناصرة كان دايما. دلوقتي بطلته خالص، او يمكن الشريط يقعد عندي مثلا شهر. والله ممتاز ممتاز. ما بقاش يجي لك الوجع وانت ماشي؟ لا 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 مبسوط يعني؟ طبعا الحمد لله. اوعى تكون بتضحك عليا عشان امشي. لا والله لا والله انا ما بجملكش انا يعني بصراحه يعني الحمد لله رب العالمين، فرق جامد يعني. حاسس انك احسن صح؟ طبعا بكثير. الحمد لله. انت بتشتغل ايه يا باشمهندس؟ ببركتك انا مهندس مشروعات. انا مهندس معماري. فين بقى؟ في اسيوط؟ مجلس مدينه ديروت. في مجلس مدينه ديروت في اسيوط. اسيوط. اسيوط عرفت كلها ان انت خفيت. طبعا عرفت كلها ان انا خفيت الحمد لله. الحمد لله ربنا يكرمك. طول ما انا مع حضرتك مستريح خالص. كان في ناس من اسيوط تعرفت عليهم بقى؟ ابو تيج. طب شرف كبير. يعني انت حاسس ان العلاج يمكن ان يؤدي وظيفه؟ طبعا. زي العمليه؟ لا طبعا العلاج اضمن وانضف، لان العمليه موت. اللي انا خليته اقول لك بقى معلومه اقولها لك، اللي انا خليتني اقول لك ما تعملش عمليه، وده كان حد من الاساتذه استشرتهم في نفس الحاله بتاعتك، ان الشرايين بتاعتك كمنك مريض سكر كانت رفيعه ومعضعضه زي الفتله. فاكر الكلمه دي لما قلتها دكتور ايمن؟ متعرجه زي ما قالوا لك في المعهد. فكمنها شرايين رفيعه ومتعرجه، ممكن اعمل كوبري عليها، اصل العمليه دي مش بشيل الدهن اللي جوه ده، انا بجيب شريان من رجلك واعمله كوبري. وكمن الشريان رفيع ومتعرج، فالكوبري ممكن يتسد فيرجع له الازمه تاني ويفضل ياخد اللي تحت اللسان، يبقى اخطر من الاول، زي العيان اللي كان معاك وعمل عمليه اللي انت حكيت عنه. والله مات. مات ما كملش بتاع 10 ايام في العمليه بعد القلب المفتوح. بعد ما طلع من العنايه مات بعد القلب المفتوح. خير. في بعض الحالات لما تكون الشرايين رفيعه ومعضعضه تتسد ويوم الشرايين. على طول اتصلت بحضرتك بالتليفون وقلت تعالى لي وانا قاعد بالليل لغايه يمكن 12 بالليل، وما تقعدش هم وتعالى وانا انتظر. كويس. وجيت لحضرتك يومها وقابلنا مع بعض، وكانت استجابه من ربنا سبحانه الحمد وتعالى. الحمد لله. وحسيت بارتياح بعد قد ايه من العلاج؟ بعد حوالي 5 6 ايام من العلاج بس. والله بدا يقل الالم. طبعا. طب الحمد لله. وطول ال4 سنين دول والالم ماشي حلو؟ الدنيا ماشيه كويس؟ ماشيه كويس، بس لما قصر في العلاج شويه او انساه كنت بتعب، لكن العلاج دايما بستمر عليه. ايوه باكل والله. عم ياكل كل حاجه؟ يلا كل بقى، خلي الشرايين تتسد تاني. مش كده. بس ملتزم برضه. دي فرحانه يا مدام ايمان، انت عايز الراجل كده. هو انا من ساعه ما بطلت التدخين وانا حسيت الدنيا احسن. طبعا باكل. انت عارف ان تبطيل التدخين يمثل جزء كبير من العلاج، لان الدخان هو اللي سد الشرايين. فلما بطل 50% او 60%. برافو عليك. بالظبط كده. وحييك. ربنا يبارك فيك يا امي ويخليك انت ليا. ربنا يبارك فيك. في كثير من الحالات اللي عمليه القلب المفتوح ما تنفعش مع العيان، ما ينفعش نقول له مالكش علاج، لا ده ينفع ياخد علاج. والعلاج الدوائي بيفيد في حالات كتير جدا، بس لو العيان التزم بالحاجات اللي كانت مبوظه له شرايينه وظبطها. كان بيدخن ما بقاش يدخن، كان بياكل دهون ما بقاش ياكل دهون، كان بياكل وينام ما بقاش ياكل وينام، كان سكر ما كانش بيمشي، كان ابتدى يمشي مسافات. هتلاقي الدهون عند حضرتك الدهون نزلت خالص. الضغط زمان كان 170 اول ما قابلناه، دلوقتي ضغطه 120 80. ضربات قلبه اول ما قابلناه كانت حوالي 90 دقه في الدقيقه، ضربات قلبه دلوقتي 60 دقه في الدقيقه و57 في الدقيقه. الكوليسترول كان عالي قوي فوق ال 250
50 دلوقتي الكوليسترول بتاعه 140، وزنه كان زياده قل، التدخين بطلناه، السكر الصايم والفطر طالع في الميات. القصد ان انت لو بطلت او ظبطت الحاجات اللي رسبت دهون جوه الشرايين تعالج العيان ان شاء الله، بالذات لو الكوبري ما ينفعش معاه، ويكمل العيان مبسوط مش سنه ولا كام شهر وبعدين يرجع يتعب، لا ده سنه واثنين وثلاثه واربعه. عايز اسال سؤال على الهواء ولا بعد ما اقفل الحلقه؟ لا اسال اسال. هل ان حاليا الشرايين بتادي وظيفتها يعني؟ تمام السؤال يعني اللي تعرف يعني الاختناق اللي كان ده ممتاز. هل ان في حاجه ماشيه حاليا؟ حلو الحاجه بقى اللي انا اقولها لك وده سؤال بقى احسن. ازاي اعرف ان شرايين قلبه بعد سنه واثنين وثلاثه وسعت ولا ما وسعتش؟ عن طريق ثلاث حاجات بس كده اللي عايز اطمن عليها. اول حاجه ان احنا نسال العيان اخبار الوجع ايه، يقول لي يا دكتور الوجع زي ما هو. ده بدل ما باخد تحت اللسان في اليوم شريط بقيت اخد شريطين. او يقول لي الوجع خف وبدل ما اخدش تحت اللسان بقالي شهر، يبقى كده الشرايين احسن. تاني حاجه ان الاقي عضله القلب اتحسنت. عضله القلب بتاعتك اول ما اتقابلنا مره كانت حاجه 40، دلوقتي داخله على 50، معناه ان العضله بتتحسن بعد ما جزء منها ضعف. الحاجه الثالثه ودي اللي هنعملها اسمها مسح ذري بالمجهود. اشعه كده بتوريني اخبار القصور اللي في الشرايين عامل ايه. كان الاول 10%، طب دلوقتي بقى 8 ولا بقى 7 ولا بقى 5 ولا قل. انا متوقع انه يكون قل ولا زاد. قل، عشان انت مجهودك بقى احسن، بدل ما بتمشي 10 متر وتقف بقيت تمشي كيلو وما تقفش. فانا متوقع انك بدل ما كنت هتجري على المشايه دقيقتين وتقول اي، هتكمل الجري لاخر مش هتقول اي. مستني منك هديه بقى المره الجايه من بيروت. المره الجايه يا باشمهندس من ولادك اللي في عمان. احنا والله من وقتك. ربنا يكرمك. والله من وقتك. ربنا يكرمك. هديتي ليك انك تدعي لي. ده في دبي. تمام. والهام في عمان. تمام. ولاد حضرتك. ايوه الاثنين معاك. سلمي عليهم ووصليني ليهم تحياتي. ربنا يخليك يا دكتور ايمان. ان شاء الله باذن المره الجايه نعمل تصوير معاك انت لان حالتك مشابهه. خلاص اشوفك على خير. كام 83. تمام. قد تقريبا. تحياتي ليك يا حاج يونس. مذيع الحلقه دي مفيده؟ طبعا. طيب زحى ان شاء الله يخليك. تحياتي ليك يا ولد.